أنا قد نقول إني لا التحقت بالركب وتوه ما كنت متهيأ للمشاركة قبال بتقديم عرض لهذه الندوة، غير تقبلت الدعوة بسرور وباهتمام، وذاك اللي راجي منه بعد قاع الاستفادة، استفادتي أنا شخصيا ولتثمين أيضا دعوة المركز، وشكرهم على الدعوة، وخاصة أنها تسلط الضوء هذه الندوة على قضية أساسية بالنسبة للاقتصاد الموريتاني وبالنسبة لمستقبل العلاقة بين موريتانيا والشرائك التي تريد الاستثمار في الاستخراج المنجمي. ولذلك هذه الندوة مهمة بها اللي تطرح تساؤلات أساسية عند المواطنين، إما تقدم لها أجوبة وإما تثيرها حتى يكون هناك بالنسبة للنقاش في الساحة الوطنية نقاش علمي وموضوعي يؤول إلى تصور وطني لمستقبل العلاقة، والله لمستقبل السياسة، سياسة البلد في استغلال مواردنا المنجمية الهائلة، واللي حتى الآن مع الأسف ما استفدنا منها استفادة كبيرة. وفي المجال تعرفوا على أن دائما هناك مآخذ على الشركات اللي قائمة بما فيها قاع كانت سنيم، رغم أن سنيم عندها دور خاص بالنسبة لموريتانيا، وفي الحقيقة تمثل قيمة وطنية هي نفسها بالمراحل اللي مرت فيها وبصمودها في الفترات الصعبة، والصمود هم اللي قايل لنا في العشرية الماضية اللي قد تصمد للفساد اللي هي ما زالت موجودة، وظاهر اللي أعلن من المفيد أعلن هذه الأمور يستولى عليها المواطن الموريتاني بالبحث وبالنقاش وبتقديم المقترحات، ولا تعود قضية الاتفاقيات مع الشرائك المنجمية اللي تتعلق بمستقبل البلد على 30 سنة كيف هذه الاتفاقية أو على مدى أقل بعد له دور حاسم في مستقبل الاقتصاد، تعود لا قضية الحكومة تعود لا قضية الحكومة والمكاتب مكاتب الاستشارة، بل يجب أن تكون قضية وطنية. والله اللي قاعد أعلن نوع من الاتفاقيات لا بد أن يتم يؤخذ على البرلمان، إذن يعود نقاش وطني ويعود الاختيار فيها اختيار قدر الإمكان تم مثلا تقييمه بكل ما ممكن من الحذر ومن الحيطة إلى غير ذلك.